يلا 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 طالع فوق السلامة الحقة. بلشت انتاج موسيقى سنة 92 او 93، بكتب كلمات، بلحن، بوزع وبنتج الموسيقى. عامل انتاج لاكثر من 20 البوم. سنة 2003 من بعد ما كان صار لنا سنين عندنا مشاكل بانه الفرق والفنانين وقتها ما عندهم مهرجانات وحفلات على مستوى، ما عم يقدروا يقدموا عروض على مسرح فيه كل التقنيات كصوت وكإضاءة. قلت انا لازم ضروري اعمل انا المسرح والا ما حد رح يجي يعملها. بلشت البحث عن مسرح وبالاخير لقيت سينما قديمه اللي هي بستاركو، حولناها الى مسرح الميوزيكول. بونجور، كيفك؟ ما قال لي في عنا تبع مصر. انا بالاساس تاجر ملبوسات، بس أصدقائي كلهم من الوسط الفني، من شعراء لملحنين لموزعين موسيقى. يعني عندي إلمام بالموسيقى. تعرفت على نانسي بالصدفة عند صريق مشترك لقلنا. يعني أنا لو ما شفت رؤية بنانسي عجرم ما اشتغلت صراحة. شو الرؤية اللي شفتها فيها؟ شفت الفن بده خف الدم من بعد ما يكون واحد عنده قاعدة فنية، بدك خفة الدم القريبة للقلب. لذلك يعني أنا أخذت معي ستاف أخصائيين، يعني ما أخذت واحد جاي يتمرن بنانسي عجرم، لا بالعكس. وأخص ما قال، إحنا لما صورناها بالفعل عملت ضجة كبيرة وما حدا ما حكي مين هي هالفنانة ومنين طلعت ومنين كذا، وأخذت الضجة. بالإنتاج أنا داخل بالإنتاج، مثلا بتنقية الأغاني، يعني عمل بده يتنقى. أنا ونانسي بقعد بالله اسمعي هاي عندها وجهة نظر، بتقلي هاي في كذا كذا لازم تعمل هيك. يعني أنا عندي الأفكار تبعيتي، عندي ديني مثلا، بعرف إنه هالغنية وين بتوصل. مع كل حاجة ده بيشغلني من هنا وده بيحيلني من هنا، وأنا حاسة عندي مشكلة. الفنان عنده صوت ربنا عطاياه ميز عن غيره، فهذا الشخص ما فيك تتعاملي معه بأسلوب تجاري. نحن الفنان اليوم معنا ما بيعرف شيء إلا أنه مصرياته توصلوا على حسابه، موسيقيته بيتحاسبه، بيوصل على مطرح الحفل يعمل بروفيتو، يريح حاله ليطلع يغني بكل رياحة وخلص. مش كلنا سوا، لا لا مش كلنا سوا.
مشروع ليلى، صرنا شوي اكثر من سنتين ونص عم نلعب سوا بنفس اللاين اب اللي موجود هلا. عم نبلش نوصل على محل وين عم بيوصلنا تقدير للي عم نعمله، بس ما اخذنا عقد من زمان، صرنا سنتين ونص عم نشتغل وعم نكون على كل ديتيل بكل شيء عم بيفوت خاصه بالموسيقى، من الكتابه للتلحين للانتاج للمسرح لل لانه عم نشتغل بكثير صعوبه وعم ببلش وصلنا تقدير بمحلات انه ايه منا مش انه منا عم نلعب لاصحابنا وعيالنا. يعني رحنا لعبنا كونسرت بمصر كان في فوق ال 1500 واحد حافظين الكلمات وعم بيغنوا معنا. هو ما في تعريف للنجم، يعني قبل ما نحكي بالتعريف الموحد لصناعه النجوم، شو هو التعريف للنجم؟ الفنان منه فيديو كليب كسر الدنيا ولا شكل ولا انه هلا عم ينحكى عنه بالمجلات. الفنان هو الشخص يلي بيقدر يمرق احاسيس، يلي بيقدر ياسس لنمط جديد موسيقي، ويلي عنده عالم رح تلحقه على عشرات السنين. في ناس بتقول النجم هو يلي عنده كتير ناس على الفيسبوك، في ناس بتقول النجم هو اللي بيبيع كتير، ناس بتقول النجم يلي بيكون على شباك التذاكر بيبيع، في ناس بيقولوا النجم هو اللي بيحكوا عنه المجلات كل أسبوع في أرتيكل عنه. بالعالم العربي اللي بتستاهل بكل معنى الكلمة نجمة مثلا ست فيروز، هيدا أكيد بالكاتيجوري نجمة بامتياز. بيولد الإنسان عنده كاريزما، بيولد إنسان صوته أقل من التاني بتلاقيه ماشي بالحياة. أولاً النغم الموسيقي إله الغنى، صانع النجوم بده يكون عنده نغمة كتير حلوة، والبنت أو الشاب اللي بيغني عندهم صوت حلو، عندهم أداء حلو وكاريزما. بس اليوم ما في صانع مجد، ما حدا بيخلق حدا، في حدا بيسائب مع حدا. يعني عاصي ومنصور الأخوين رحباني ما صار هالكابل هالثلاثة قابل بالتاريخ، وبفتكر ما راح يصير بقى بالمستقبل انه يكونوا عائلة شعر عالي جدا مع الحب. فرد اغنية ما في منها شو يعني صناعة نجومية؟ صناعة هيدي بتجي روتينية يعني، بس النجم الله بيخلقه عنده موهبة، خلص النجم موجود والموهبة موجودة، بيجي بقى الرتوش. طيب انا اذا ما عندي موهبه بايدي كيف بدي اعمل نجم؟ كيف بدي اعمل؟ بدي اقعد حارب العالم، فوت على كل واحد اكم شو اقول له حب فلان؟ بونجور بونجور، كيفك؟ منيح حبيبي. نحن عم نعمل اليوم كفر لسيدتي وعم نعمل كفر لمجله اجنبيه كمان. بدي شويه مروحه خفيفه هون، بده هيك شعر يا رجل. انا كان رايي نعمله هلا نعمله عادي وبلا اكسنشن. هلا بكون صافي لا انا نعمله ناتورال. ولا مره فكرت بتجربه ثانيه بلا جيجي لمارا، لانه ما بتصور انه رح يكون موجود كل شيء انا وصلت له يمكن من دونه، لانه بتحس دائما اوقات في اشخاص بيتفقوا سوا بس يتعاونوا وجهن خير على بعضهم، بتلاقي انه يمكن أنا ناجحة من دونه وهو نجح من دوني، بس سوا نحن أنجح. ما
نحن كل المجلات بتطلب منا نكون في كفر، وكله نحن علاقتنا بالصحافة كتير منيحة، ما بنرفض حدا، بس ضمن الوقت تبع نانسي وقت بتكون هي جاهزة لأنها تصور بتصور لعدة مجلات. الفنان صورته كتير مهمة لأنه هي إيماج دمارك، يعني هي وجه الفنان، يعني من الصورة بيبني اللوك الجديد تبع السنة. هلا أكيد الإنسان بيتطور، وقد ما الإنسان قال أنا بعرف بضل في كتير قصص غايبة عنه، بضل لازم أوقات كتير لقى حتى جيجي أوقات لازم يستعين بأشخاص يقدروا مثلا الأشياء اللي هو ما بيعرف كتير فيها، يستعين بأشخاص يقدروا يدلوه على الطريق المزبوط. بتصور إنه هول الأشياء اللي منشحيننا. نانسي عجرم أم للمرة الثانية ونجمة غنائية. بالأول كان النجم هو الملك أو الأمير أو القائد أو البطل، ثم صار نجم السينمائي. ليش؟ لأنه النجم السينمائي هو الشيء اللي إجا من خارج حياة الناس على داخلها أكثر من أي شيء تاني. طبعا بعدين تطور هذا المفهوم لمفهوم الغناء، لأنه الأغاني صارت أشهر وأكثر حضورا بحياة الناس من الفيلم. بالأول كان الجمهور الشعب يتطلع بالمغني إما كجزء من السينما كمغني بقلب السينما، وإما يسمع أغاني، بس التماهي معه ما كان يكون مظبوط، لأنه النجومية بدأ عنصرين أساسيين، عنصر التماهي وعنصر المثل الأعلى، إنه كيف بتصيري أنت وياه شخصية واحدة، بتخترع على حالك علاقة وهمية معه، وبتكون العلاقة مع مثل أعلى بالحياة بتصير تقلد. أول شيء أنا كتير مبسوطة أني موجودة معكم الليلة، وبما أنه العائلة هي الأساس، أنا بدي أقول مرسي لشيخ الشباب يلي هو فادي جوزي يلي واقف حدي، وبدي أهدي هالميراكس لبناتي الاثنين لأنه هن حكايات الدنيا عندي، ولأنه تيكبر حدا لازم يتعب حدا. بدي أقول مرسي لمدير أعمالي جيجي لمارا. بعتقد أغلبيتنا بالفرقة عنا مشكلة مع كلمة ستار، خاصة بسبب الطريقة اللي بتستعمل بالمنطقة، حيث أنه الستار أو النجم هو شخص أخذ فورميلا بتتروج بسهولة بأساليب ما ضروري تكون موسيقية. يعني كلمة نجومية بتوحي كمان نمط حياة اللي هو نحن ما فيه أبداً، اللي معودين نشوفه أنه تعمل طلة على التلفزيون أو طلة بمطعم، وأنه هي نجومية سيلابرتي يعني باباراتزي وكاميرات وهيك، ونحن يعني نحن أبداً مش هدف ولا منحب هذا الشيء يكون هدف لألنا. نحن منوقع خارج القالب اللي نصنع من شركات الانتاج اللي موجودة على التلفزيون وعلى الراديو بالدول العربية. يعني بعتقد نحن مش الأشخاص اللي بنحطوا مثل بمعمل أو على قطار، نفس الشيء بيطلعوا ستامب مع expiry date يعني عشوائي، أنه هودي بيطلعوا بيعملوا غنيتين مع فيديو كليب تقريبا معروف شو رح يكون وشكرا يلا اللي بعده. شركة الإنتاج عدا أنه مش غير مؤهلين ليتعاملوا مع فرقة، طريقة تفكيرهم كيف بيسوقوا كيف بيعملوا إيمج للشخص كتير غير عن نحنا كيف نشتغل. يعني نحنا إذا بدك بنجرب نتواصل بطريقة شخصية أكتر، بطريقة صريحة أو أصيلة، وهذا بيجي كمان مع المواضيع اللي منعالجها بأغانينا. يعني هود المواضيع بحس شركة الإنتاج بتجرب تبعد عنا لأنه منا مفيد كتير للماركتينج. الفكرة هي انه بدنا نجرب قد ما فينا تنحقق نتيجة نشتغل بطريقة مختلفة عن ما عم يشتغلوا الباقيين. يعني اكتر افكار بيمشوا عادة هن اللي بيقلعوا بالاول كتير غريبين، بمعنى لما كنا عم نقلع المشروع تبعول حنين والفرقة الكوبية كل اللي كانوا عم يسمعوا البروفيت بالاول رح تفوتوا بالحيط، ما معقول يمشي الموسيقى الشرقية ما بتقدر تنعزف بتوزيع كوبي، طالع المشروع يمكن يطلع أضحوكي. المشروع يلي بالأول كتير غريب في عنده طريقين، يا بينجح كتير يا بيفوت بالحيط.
صناعة النجومية أو صناعة النجم كعبارة أو كمصطلح بتحيلنا على سؤال كتير كبير، اللي هو أنه هل يصنع النجم صناعة؟ مثلاً ممكن تتسألي هل فيك تصنعي موهبة؟ الموهبة تصقل، الموهبة بتشتغل عليها بس ما بتصنعيها، كتير صعب. ما فيك تصنعي شيء من فراغ، من لا شيء. إيش نصوص يلي عم نركبها هلا مع غمزة يطلعوا على المسبح؟ المنتج الشاطر هو مثل تاجر الحجار الكريمة يلي بيقدر يشوف الألمازة يلي بقلبها شو رح تقدر تصير لما رح تتنظف ولما رح تنقص ولما رح تنبرد ولوين بيقدر يوصل فيها. لحظة طالع أرعب الأول لمديت لحاله بلا شيء طبعا بشعين، يعني يمكن أحلى نفوت بالأول. المنتج الشاطر هو اللي بيقدر يشوف الموهبة تبع الشخص، وهيدي فيها كتير من السايكولوجيا. ايه عم تركب، هيدا الاسبري. الاكسود والحاجب شدرها شعرك اسود ومنديلك شادره الوان النحل لو مص من ريك لك اول شيء الشخص اللي بتلتقي فيه بيكون بعد ما صار فنان بدك تشوفي شو المشاكل يلي بتحد من تطور. اوكي بشوف شو نقاط القوة وبطورها عنده، بشوف شو القصص اللي بتقدر تكون نقاط ضعف بجرب خبيها. المغنى صار كتير منيح، برافو زكي. بيبقى شوي الحركات يعني اوريدي بحسك بلشت تنسيهم لعاصي الحليني وراغب علامة ووائل كفوري وروتانا، بس بعد فيه يعني بعد أكتر يعني بدك تشتغلي على أنت تلاقي حركات لإلك، يعني أقل هيدي تبع شو اسمه السوبر ستار مرجوحة بإيده وكذا، يعني أقل مطرب ما بدناك. ما في قاعدة محددة تطبق على الكل، كل واحد بده يتفصل له على قده. صناعة النجوم إنه واحد بيروح هو بيقدر من أي شخص يعمل فنان، هذه أكيد ما في منها. تفرق بين المكتشف وصانع النجوم. المكتشف يلي في ناس تبقى عم تحاول تقدم من خلال برامج أو عم تحاول تجي لعنا على الشركة، في كتير بيجينا نحن ناس بيحطوا لنا سي دي وبيقولوا لنا بليز اسمعوا. هون منجرب نعمل ميتينج ونجمع هالمواهب يلي هي عم توصل لعنا ونقدر نقول انه هذا الشخص صوته حلو، أداؤه حلو، ممكن ينعمل له شيء. يعني المغنيين ما منحب فكرة نصنفهم، لكن الأمر الواقع طبيعي انه اليوم الفنان اللي له 30 سنة عطاءات ونجاحات ما فينا نجي نقول فنان ابتدى له عنده ألبوم واحد بالسوق أو عنده أغنية نجي نقارنه فيه وبنفس الوقت دغري بدنا نعاملهم مثل بعضهم. إذا واحد عنده خبرة وبيعرف يختار وبيعرف شو بده مش بحاجة لشركة إنتاج، لأنه نحن بالشرق الأوسط ما عنا صناعة نجوم، ما عنا شيء إنه ناخد نجم ونشتغل عليه على لبسه على شكله على صوته، ما عنا إياها هيدي الأكاديمي.
معنا إياها. لكن إذا كان واحد ما بيعرف يختار بفتكر أنه لازم يستعين بناس عندها خبرة مثل شركة إنتاج. مدير الأعمال منه صانع نجم ولا له علاقة بصناعة النجم، وأحياناً ممكن يكون هو مسيء للنجم، أحياناً إذا تصرف غلط بيخلي انطباع الناس عنه يكون غلط. ما ممكن مدير الأعمال بالعالم العربي يتسمى صانع النجم. طلع بنجوم العالم الغربي مثلاً، مايكل جاكسون من هو صغير في ناس عم تشتغل عليه وشركات كبرى لحتى وصلته لصار نجم ومات هو نجم. بالوقت اللي بالعالم العربي ما في فنان صار نجم ومات هو نجم إلا نوادر، إلا إذا مات بكير. يعني ما حدا خطط لعبد الحليم حافظ غير عقله هو كيف يصير نجم على مدى الأجيال، اختياراته الغنائية، الصدفة اللي أوجدت كبار الملحنين والشعراء وأم كلثوم بزمن واحد ليعملوا أعمال تدهش البشرية. يعني وإلا ما في شيء اسمه تخطيط. هلأ اليوم مثلا مواهب الملحنين صارت أقل وأكثر تواضعاً، فلذلك النجوم صاروا بيعملوا بأغنية إيقاعية نجومية محدودة 3 شهور سنة 6 شهور 3 4 أغاني ورا بعض بالصدفة بتسائب بيعملوا. إنما مين النجم يلي بيقدر يستمر؟ أنا ما شايف العالم العربي غير 2 أو 3 صار لهم 20 سنة نجوم ورا بعض. واللي خلينا نوصل لهيدا المستوى الفوضى هو وسائل الإعلام الكتيرة. يعني اليوم في برامج مثل المطحنة صار التلفزيون بدو ناس تطلع تحكي تعبي له هوا. مين ما قال اوف يلا تعال نجيبه نطلعه مقابل؟ مين ما لبست تنورة قصير يلا نجيبه نطلعه بحفلة؟ اول ما طلع البرنامج كان اسمه ايدل بوب ايدل بانجلند. البرنامج كان جديد الفورمات وشفناها أنا وزملاء اللي بالتلفزيون وقررنا أنه هيدي فورمات عندها كتير مقومات نجاح، فاتفقنا مع الإدارة أن نروح نشتريها ونجرب نعملها للمنطقة بالعالم العربي. ما كان الهدف الأساسي الطاقات والمواهب، نحن نشتغل تلفزيون بالدرجة الأولى، فكنا نحن دايماً عم نفتش على برنامج تلفزيوني. ثاقبت هالمرة أنه برنامج هوات. لما عملت سوبر ستار بتعرفوا أمريكان آيدل، نقينا أصوات رائعة. أنا منعت كل الأغاني، عملت لهم ليستا بالأغاني اللي بيقدروا غنوها، يعني ليستا بألف غنية. وحقيقة مؤسف ما كان في حدا ينتج لهم. التلفزيون بيصنع نجوم بالمطلق، بيصنع نجوم من برامج ألعاب، يعني مش واقفة بس على برامج الغنى أو المواهب. الوحيد يلي قدران يساعد على انتشار الفنان هو التلفزيون. ولاحظي هلا لحتى يقدروا يوصلوا الغنيه بطريقه اسرع دائما بيعملوا لها صاروا فيديو كليب. في ستاندرز معينه لازم تكون موجوده عند حي الله حدا بياخذوه بينحتوه بينطفوه كذا لحتى يكون تلفزيونيا وشكلا مقبول. ما بقى بس متكلي على صوره القصص. هون بنفوت بقديش بنقدر نعملها باكجينج تكون سلعه تقدر تنباع بطريقه ارتب واحلى. هلا مش عم ننفي الموهبة. نسمع الأغاني كمان بدك تعملي للمطبخ طبعا. بالدرجة الأولى نحن نتشارك مع ملحنين أساميهم كبيرة كتير، يعني بدك تعرف من سمير صفير، سليم سلامي، محمد رحيم، وليد سعد. دايما انا سمير بيكون عنده شغلات حلوه باللي تاع اسمع، ومن وقت لوقت حتى لو ما بدي اسمع بحب جلسته هيك بيسمعني شغلات عنده. هلا رايحين لعنده. اكثر فاين تت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 
هالغنية اللي أنا بحبها واللي سمعتها نانسي وعلت لك إيديا هيك قلت لك بس سميرة يا كثر ما شلت يا كثر ما شلت في قلبي علي يا كثر ما قلت ما أسامح خطأك من أشوفك ترجع أنا بالنسبة لي الميوزك هي اللي بتتطور التوزيع اللي بيتطور الانسترومان بيتطور الإيقاعات اللي بتتطور إنما الكلام هو يلي له معنى وله أهمية والموضوع اللي عم تتعاطيه مثل ما عم بيقول إنه الكل عم بغني على الحب مزبوط الكل عم بغني لأنه نحن بزمن تقليد بيجي واحد بيعمل غنية بالزمانات طلع غنية بتونس بيك عملوا 3500 غنية مثلها
بيجي واحد بيعمل غني بيجي بيعملوا 4-5000 متر، لانه هذا بس بدلك انه ما في ابداع بالعالم العربي في التقليد. او خلينا كثير صعب انك تقدري بهالعجقه انك تقدر توصلي لجمله او لكلمه جديده تعملي فيها قفشه. يعني تخيلي بنشتغل 6 شهور تطلع غنية وسنه تطلع غنيه لحتى يجي المستمع ب 15 سنه يحكم علي يقول لك حلوه او ما حلوه. وريس كيف حبيبي، كيف الصحه؟ منيح؟ كيف طالعه؟ طب بيرفكت. نسمع منها هيك شيء صغير شوي صغير. بتبلش الغنيه تفوت عند الموزع وبتتحضر الغنيه، بتتحضر الغنيه بهيكليه حسب ما بيشوفها الموزع، بيبقى اوقات عنده افكار لها وقت اللي بيسمعها، ومن هنيك بتيجي نانسي بتحط الصوت عليها للغنيه. لما بتحط الصوت بعدين بيصير في ميكس للغنيه، ومن بعد الميكس ماسترينج، ومن بعد الماسترينج بتعرفي انه الغنيه انتهت. كله تمام. النجم اليوم ما بيتوقف اذا انت عملتي له اديتنج لصوته ولا لا. النجم الناس بتحكم عليه باللايف، لانه باللايف كل شيء واضح. كما انه في شغله بدي اقولها، انه لو في اشياء بنعمل اديتنج بس الاحساس ما فينا نجيبه من الفنان، يعني الفنان هو بيعطيني الرو ماتيريال. مثل ما عم بتقولي في سهوله للشخص يصير فنان، هيدا الاندستري اليوم موجوده ما فينا نمشي ضده. نحن عادة ننتج كل ألبوم نانسي عجرم بشركتنا يلي هي إنتو ميوزيكا، ونحن منسوقه بعدين لحتى ما نكون نحن ملزمين مع شركة تأخر عملنا تأخر تصويرنا. نحن هلأ عم نتفرج على شيء هو الصور يلي بدهم يعتمدوا لكفر ألبوم والحملة الإعلانية اللي بيقوم فيها زميلنا هادي حجار يلي هو مدير الماركتينج، يلي هو بيرسم الخطة اللي بدها تصير من لحظة ما نستلم الألبوم لوضعه بالسوق. حبيت كتير تشويس تبعك، لأنه الشاب طريقة تصويره غير البنت. صح. أنه الشاب كتير لازم يكون سيمبل وعادي وقريب من كل الاعمار يعني. صح. ايه والصوره كثير ناتورال. الفن منه برودكت، منك عم تبيعي منتج نهائي، عم تعملي شيء اسمه انترتينمنت او سيرفيس. سو اذا بدنا نعمم ونحكي انه نحن بنشتغل بطريقه عمليه مع كل الفنانين، بس ما في قواعد نمشي عليها 1 2 3 4، في احساس بالدق وفي فنان له دوره. بكون العمل ببلش من بدايه الموضوع وقت الفنان ببلش يحط ينقي اغاني ويلاقي اغاني ونشتغل على كفر الالبوم على طول. بنحاول نحن كماركتينج والتيم كله نكون موجودين مع الفنان لنقدر نطلع بكونسبت يكون مرات ريليتد للغنيه او ريليتد لنغمه بالغنيه او لكلمه، مثل مرات كلمه بتكون موجوده بغنيه نقدر نطلع منها كونسبت ونعمل كامبين كلها منها. انت مرتاح بالصوره؟ تعبير وجهك عيونك حبيتها لانه كثير ناتورال، يعني انه حتى انا يعني يمكن مثل ما بضحك بالايام العاديه طالع. صح عادي. صح. لازم نفوتها لعم محمود على الاوديو. تفضلوا. الشغل بيتقسم لعده اقسام وفي عده ديبارتمنت بالماركتنج ديبارتمنت. في اشخاص خاصهم بالميديا اللي هن بيحجزوا كل شيء، اعلانات اوت دور، مجلات، راديوات، تلفزيونات اخرى. في بارت صحافي اللي هو البي ار بابليك ريليشن اللي بيتعاطى بتحضير وتهيئ الارضيه الإعلامية بالوطن العربي كله. نحن عنا مكاتب بكل الدول العربية، بصير في إذا بدك خطة إعلامية واستراتيجية واحدة لتبلش تحضر العالم إنه في ألبوم في اللزان نازل، تضطر مرات تستعملي كلمة من الغنية تحطيها بالخبر الصحفي لتبلش تعود العالم على اسم غنية أو على قفشة معينة أو على عنوان ألبوم. غير انك انت كشركه انتاج عم بتواكب الفنان والحمله الدعائيه تبعيته والالبوم تبعه، بنفس الوقت بدك تتماشى مع العصر الجديد. مرات اعلان لزين العمر على فيسبوك قد 10 بانويات على الطريق، لانه انتم بتعرفوا الاندستري بحد ذاتها عم تتغير. الفيزيكال البوم بطل له وجود قد قبل، بعده موجود بس مش بنفس الطريقه. فالبديل هو خطه اعلاميه وتسويقيه
واسعة ليزيد من انتشار الفنان. هذا الانتشار بيأثر إيجابياً وبالمردود الإيجابي على زين وعلى إدارة الأعمال وعلى الشركة من خلال بيع الألومات. فإذا بدك كل الأقسام الموجودة بالشركة بتشتغل مع بعضها لتطلع بخطة واحدة يقدر الكل يطفو نتيجة التعب تبع الفنان وتبع الشركة. نزار فرانسيس، سمير صفير، صفوح شغالي، فارس اسكندر. يعني بدك دور كبير للمستهلك لأنه دائما بده إشي صار متطورة. بطل يرضى انك كل سنه تنزلي له نفس الالبوم نفس الموسيقى نفس لا لازم نواكب هالامور ولازم نلحق الموضه مثل الثياب مثل السيارات مثل الموبايلات مثل اي شيء بالحياه. اليوم الفن بيلحق هالشيء. أنا كمنتج بهمني إنه يكون في مفهوم للعمل، مش إنه بنعمل صور بالجبل بالقرية اللبنانية وبيكون هو العمل النمط تبعه لاتينو مثلاً، لا لازم يكون في تكامل، لازم يكون في وحدة بكل العمل، يعني كل شغلة ترتبط بالعمل لازم تكون تصب بالفكرة بالإطار الواسع تبع العمل. هيدا اللوجو الجديد رح نشتغل عليه. هلا ميلا عم تفكر ببانو هيك، بس انا برايي البانو يكون كمان بلا كتير صور وبلا يعني يكون ايه يعني يكون هيك ستانسل. هذا الستايل ستانسل يعني مثل تشي جيفارا مثل اللي عاده بيستعملوه بيرشوا على الطرقات. بالموسيقى اكتريت الوقت بالعالم العربي بنشوف شو ماشي برا، يعني وقت درج الديسكو طلع ديسكو بالعالم العربي، وقت درج الفانك طلع، هلا درج مثلا الدانس او الموسيقى اللي بيعملوها الترانس واللي بيشتغلوها الدي جيات، عم شوف انه عم يطلع هالانماط من الموسيقى. وانا الطريقه اللي بيشتغل فيها هو بالعكس، يعني شو اللي ما عم ينعمل هلا شو في شيء بعد ما انعمل تعمله. طريقه التفكير تتناقض 100% عن باقي المنجين. يعني نعلق عن البانو، انا عم بعمل شغله ما بكون عم فكر انه عم بعملها لانه هلا هيك بتبيع، لا عم فكر انه حتى لو بعد 10 وبعد 15 سنه انه الواحد اذا تطلع فيها يكون بعد عندها قيمه. لما بتلحق الموضه على طول بتكون عم تعمل قصص. الموضه التعريف تبع الموضه هو اللي ببطل على الموضه بعد شوي، يعني شو اللي على الموضه اللي بعد شوي رح يبطل على الموضه. بقى اللي بيضلوا كل الوقت لاحق الموضه بيضلوا الوقت عم يسبقه. يعني بتسمع اغاني عملوها المطربين من 3 و 4 سنين ومن 5 سنين ما بقى فيك تسمعها، اوقات بيكون عمرها سنتين الغنية وما فيك تسمعها. بينما انا حتى اول اعمال عملتها يعني 92 93 كنت من كم يوم عم برجع بعمل ارشيفاج، لا انه بعدني بسمعها وفي ارجع نزلها وما بستحي فيها. التسجيل صار اهين بكتير هلا، النوعيه صارت اصعب بكتير، ولكن الانتاج صار مين ما كان فيه ينتج. يعني الواحد صار فيه يركب استوديو ببيته بحفنة من الدولارات 400-500 دولار، واحد صار بيكون عنده ما قد يسمى استوديو بالنسبة اللي منهم استوديوات، ولكن صار فيه الواحد يتهيأ انه عمل ألبوم ويقنع أصحابه انه عمل ألبوم. مبدئياً اللي بعمله لما أكون عم صمم غلاف سيدي أو ألبوم بسمع الموسيقى قد ما فيه وجرب فكر بشي بصري بشوفه ملائم يا من ناحية الإحساس أو الألوان أو المضمون بالصورة. نحن هدفنا مش نسوق حالنا كبرودكت، هدفنا نسوق الموسيقى. حتى الألبوم الجديد حطيناه لأنه ما عنا شركة إنتاج فينا نعمل شو ما بدنا بالموسيقى، مشان هيك حطيناها على الويب سايت تبعنا بلاش انه الناس فيهم ينزل الموسيقى ببلاش. حتى العالم اللي بنشتغل معه مع الفيديو كليبس اللي عملناها والماركتينج او الايمج تبع البان، نحن بنشتغل مع شباب مثلنا قريبه علينا من طريقه الشغل وطريقه التفكير. يعني برودكشن فاليو الكبير هو بالفكره ومش بالتكنولوجيا وبالاخراج اذا بدك. مشان هيك بلشنا شوي شوي لانه نحن 7 اشخاص كل واحد يهتم بشغله. اول كونسير لاول البوم مثلا بس انا اول البوم كلنا كل واحد منا اهتم بشغله، ممكن في شركه كبيره عم تهتم بكل شيء. نحن بنعمل ديزاين تقريبا لكل شيء، انه الستيج للكيبان موقف اون ستيج، دائما بنقعد نحط الست ليست كل الاغاني
نتفق كل الغنية كيف بدنا نعملها لايتنج المود الكولرز، بعدين بدنا نرجع نشوف الزلمة تبع اللايت ونعطيه الورقة نفسر له عن كل شيء، وبعدين نعمل تيست تيستين قبل الكونسير يمكن 58 واحد. هاي النقط للأشخاص البنات والأسود مو على اليمين، هم بفوتوا مع أندري يعني. لا بفوت عندي. That's a weird note هونيك. Yeah, there's a weird note. Okay, this one. الفنان وقت اللي بده يشتغل في قلت لك مراحل، يعني ببلش بالغنى، ببلش بالكليبات، ببلش بحفلاته وبطلعاته التلفزيونيه. بعدين يعني هلا اذا بتشوفي الفيسبوك تبع نانسي عجرم مليونين وشوية، شو معناتها؟ اليوم لما شركة إعلانات أو شركة عندها براند لإلها، وقت اللي بتطلع في فنانة عندها على الفيسبوك مليونين وثمانمائة ألف، بتعرف شو معناتها هيدي؟ يعني هيدا لازم نتعامل معه. بالدرجة الأولى الفنان لما بينجح بده ينتقل لهذه المراحل، لانه بيصير عليه عروضات من شركات، فنحن في هدف دائما كمان، هدف بعدين تجاري، يعني بعد من بعد هالتعب اللي بتعمليه والنجاحات اللي عم تعمليه بدك تقطفيها. نحن اليوم نعمل اتفاقيات على سنتين قبل للتجديد سنتين، لا هيدا مش بيع، انتبهي. نانسي مش ملك حدا. فن والاعلان علاقة فيها مثل ما بيقولوا win-win situation، يعني الاثنيناتنا ربحانين. احنا بنحضر البراند اللي هو المنتج، بنشوف له الفنان المناسب اللي بيتماشى مع الجمهور اللي المقبل على هيدا المنتج، يكون نفسه هيدا من نفس الفئة العمرية للجمهور اللي بيحب هيدا المطرب. هالمكانات جبتهم استوديو بعلبك لما كان بدهم يهدوه، المكانات بيجسدوا العصر الذهبي للأغنية بلبنان من أول قرن الواحد وعشرين. حالة الموسيقى وصناعة الموسيقى بالعالم كتير صعبة. هلأ نحن بالعالم العربي عم نواجه هالمشاكل من الثمانينات ومن التسعينات، لما نضاف لهالشي المشكلة اللي عم بيعاني منها العالم بأكمله يلي هو الداونلودينج عبر الانترنت، خلص يعني قضية على الآخر على الإنتاج الموسيقي كمنتج مش عم بيقيم بالتسويق للفنانين للحفلات. باقي هلأ حتى لو نزلت المبيعات ولكن بعد في مبيعات، يعني وقت اللي كان قبل نقول هيدا فنان كبير بيبيع 10 ملايين، هلأ إذا بدك الفنان القوي هو اللي تنقول عم بيبيع مليون، بوقت غيره عم بيبيع 10,000 و15 و20 ألف. بالعالم العربي في مشكلة إضافية انه في بعض الدخلاء على الانتاج الموسيقي استعملوا الانتاج الموسيقي كوسيله للترويج لصورتهم. اجوا 2-3 شركات فتحوا واشتغلوا وصاروا يكبوا فلوس، جابوا ناس يمسكوا سامسونايت للمدير حطوه يحكي مع الخلاق، هيدا غلط، وصارت تكبر الأمور بفوضى ما بتتصلح. أول شيء اللي بيواجهه الفنان هو شركة إنتاج، وشركة الإنتاج بيواجهها القرصنة. يعني الفنان وقت اللي بتلاقيه حضر عمل ومبسوط فيه كتير بيستصعب يلاقي شركة إنتاج، وأنا هون ما بلوم شركات الإنتاج إنه ليش ما عم بيع، لأنه شركات الإنتاج تصرف مصاري على هالعمل وبتعمل دعاية وبتعمل كليبات، وبتلاقي أول ما بينزل السيدي بتلاقيه على الإنترنت بالعالم كليته. طيب وين بده يبيع سيدي؟ طيب كيف بده يطلع مصرياته إذا بعدها؟ أنا ما عندي مشكلة كلهم، في كتير ناس تطلع بتهاجم شركات الإنتاج وما عم تنتج لنا وما عم بتسوي لنا وما عم أنا بالعكس، أنا لأنه حاسس فيها هالشغلة وأنا صارت معي، يعني أنا ببقى تعبان سنة ونص سنتين عم بحضر عمل لحتى يكون العالم تحكي عنه للعمل، يعني قبل ما بتلاقيه طرح بالسوق على الانترنت. كيف بيتسرب ما بعرف،
هاي الحقوق الفكريه الملكيه هيدي اذا بتكون موجوده تاكدي 100% يلي عنده موهبه بيوصل بيصيروا يفتشوا عليه. مشي حاله؟ خلصتوا حفلة 19 16؟ اوكي. بعض الفنانين يلي بنصنفهم كلاس A متطلباتهم أكثر من الأرباح اللي رح تطلعيها من وراهم، فمن هون يمكن بمرحلة من المراحل واجه الشركة إذا بدك ما بدي أسميها خسائر لأنه هي مش خسائر، يعني سياسة الشركة تحافظ على الفن عامة بالوطن العربي، لكن اليوم صارت سياسة الشركة أكثر عم تفكر إنه الفنان اللي ما بده يردلي المصروف اللي بدي أصرفه عليه بفضل ما كمل أنا وياه. الناس توجهت أكثر للغناء، اعتبروا إنه هو وسيلة سريعة ليطلعوا فيها مصاري، بالوقت يلي واحد عم يشتغل على فن صح وعنده رسالة صحيحة هيدا بيدفع من جيبته أوقات. الفن الناس ركضت عليه بنفس المنظور اللي ركضوا على غير بزنس فيه. الكل بده يغني لأنه نحن بزمن الاستسهال، كل شيء مباح، ما في معايير الرقابة اللي مفروض تمارس إذا بدك دورة مثل ما كان يحصل من زمان بالإذاعة اللبنانية، كانوا يختاروا الأصوات. هلأ مين ما كان بيقدر يطلع، ولأنه الصورة بتغلب على الصوت، لأنه في شيء اسمه صناعة جمال بيوهموا فيه الآخرين إنه هاي صناعة نجومية، لأنه في صناعة صورة. أوكي، كل هيدا الشيء برأيي بيخلي مين ما كان أي بنت أو أي شاب شكله شوي مقبول وبينشغل عليه أكتر يطمح يصير فنان. إذا ضلينا هيك أنا برأيي رايحين لمزيد من الوعي المأزوم على المستوى الثقافي والفني والموسيقي تحديداً. للأسف الشديد ما عم ينشغل بإطار ياخد بعين الاعتبار القيمة الجمالية والفنية للموسيقى وللأغنية وللفيديو كليب. منا عم نجرب نضارب مع شركة الإنتاج من ناحية معيار العمل، بس عم نعمل عمل بيناسبنا وبزابط مع هويتنا كفرقة. نحن ما بنقول لا، إذا في عنا شخص بيجي بيدفع وبيجيب هالناس نحن بساعتها بيصير فينا نركز على الموسيقى، بصير نكتب أغاني مش إنه نص النهار عم نركض ورا ما بعرف البرينتينج هاوس أو عم نركض ورا حدا ينعطيهم السي دي يوزعهم. بصير فينا كموسيقية نشتغل أكتر على الموسيقى ونركز على الموسيقى ونصير نكتب أكتر صراحة. بيكسليشن كل شيء ماشي الحال، بس في سيان اوفركاست قد راسي على كل شيء، فهذا اللي كان المادي صار ازرق، وهون كان المادي صار ازرق. منا بس قصة مادية، مش دايما اذا نحط مصاري اكتر جوات عمل يعني انه حيفيد هيدا الفكرة تبع العمل او الخلاص تبع السيدي او شيء. نحنا عم ننتج من محل معين هلا بمستوى معين، مصاري زيادة ايه اكيد بنحط مصاري اكتر في يتاخد السي دي على محل تكنيكلي يكون اقوى، التسجيل يكون احسن، الصوت يكون احسن، يكون في بروديوسر ابو رامبو، يعني انه تفيد عن شركة الانتاج مش بس لانه منا عايزين المصاري، يعني عم تفيد عنه لانه كمان بمحل المصاري بتبطل عم بتفيد. إنه عم نشتغل من نص قلبنا ونعطي كل أنفسنا للموسيقى، هل هيدا الهدف؟ لا. هل مبسوطين فيه؟ إيه كتير كتير مبسوطين إنه عم نلقى تقدير، بس هل هيدا هدف؟ لا. بحياتنا ما عم نفوت على الأوضة بنقول يلا بدنا نكتب غنية حيحبوها الناس، كنا عنا فكرة وبدنا نوصل له. Yeah.
الساحة الفنية هي مليانة فنانين وبتساع، يعني قديش في فيها تساع، لأنه طول ما في مشاهد عربي ومستمع عربي 300 مليون بحاجة لدايما يطلع ناس، بس مش كل شخص فيه يوصل إذا ما في واحد وراه. يلا يلا يلا.